그래서 저희가 생각한 그 이야기가 재미있다라고 생각들고 의미가 있다라고 생각되면은 세계 어느 곳에 있는 관객 여러분들도 다 이해해 주시고 다 즐거워해 주시는 걸로 지금 느끼고 있습니다. 그 리얼리티 TV 쇼를 지금 예, 만들고 있다고 저도 알고 있고요. 그 만드시는 분을 어저께 만났습니다. 많은 질문들을 저한테 해주시고요. 저는 최대한 그 제가 만든 TV 쇼와 똑같은 쇼를 만들려고 노력을 합니다. رغم مرور أكثر من عام على إصداره، فما زال مسلسل سكويد جيم أو لعبة الحبار قادراً على الإبهار وتصدر ترندات. نحن لا نتحدث عن جزئه الثاني والمقرر عرضه قريباً، بل عن حفل جوائز الأمي الذي استطاع المسلسل حصد عدة انتصارات فيها. واجه المسلسل منافسة شرسة في حفل توزيع جوائز أمي الموازية في أهميتها تلفزيونياً للأوسكار في السينما، ودخل التاريخ كونه أول إنتاج بغير اللغة الإنجليزية يترشح لجائزة أمي لأفضل مسلسل درامي، ورغم أنه خسر الجائزة أمام مسلسل ساكسشن، لكن طاقم المسلسل لم يعودوا بأيد فارغة، بل استطاع بطل المسلسل لي جونغ جي انتزاع جائزة الأمي لأفضل ممثل في الدراما عن دوره، ليصبح أول ممثل كوري وأول ممثل آسيوي يفوز بهذه الجائزة. كما فاز مبتكر المسلسل هوانغ دونغ هيوك بجائزة الإخراج المتميز. المسلسل الذي تصدر مشاهدات نتفليكس باكتساح استطاع أيضاً أن يصبح الأكثر حصاداً للجوائز في تاريخ المسلسلات غير الناطقة بالإنجليزية، فوصل مجموع جوائز المسلسل في هذا المهرجان إلى 6 جوائز من بين 14 ترشيحاً. كانت هناك الكثير من التعليقات التي وردت على هذه الجوائز. نبدأ من تغريدة عمر الذي كتب: للأمانة مسلسل جميل ومنتظر يخلصون السيزن الثاني بفارغ الصبر. كما ذكر محمد في تعليقه: المسلسل لحد الوقت واخد 3 جوائز عالمية: جولدن جلوب، جائزة نقابة ممثلي الشاشة تي بي تي، وجائزة الأمي. برافو. حمزة خالف الرأي وقال في هذه التغريدة: كل المرشحين من ناحية التمثيل أفضل منه، وحتى هو منصدم لما فاز، بس قصة المسلسل وكمية المتابعة هي اللي ساعدته يفوز. اتفقت هالة مع حمزة في الرأي وكتبت: مسلسل حلو ولا حقه، بس مع احترامي الشديد الممثلين ما يستاهلوا هالتطبيل والنفخ. أعتقد أنهم يبغون يقولوا للناس شوفونا ما احنا عنصريين وعندنا تنويعات.